من أهم ما يشغل اهتمام الباحثين والمسيرين في ميدان الصيد البحري هو ضمان ديمومة المخزون السمكي، وذلك بالعمل على حماية الموارد البيولوجية المعدة للتكاثر من خلال البيانات العلمية لاستغلال مسؤول ومستدام للثروة البحرية، والعمل على تعزيز نشاطات تربية المائيات البحرية والقارية كواحدة من الحلول لدعم الإنتاج السمكي وخلق مناصب شغل في إطار مقاربة بحثية حديثة ومبتكرة. وفي ظل الديناميكية الاقتصادية التي يشهدها القطاع، نسعى إلى توفير فرصا كبيرة لتعزيز الشباب لإنشاء مؤسسات صغيرة وناشئة عبر الولوج لعالم المقاولاتية وريادة الأعمال والاستثمار في مختلف شعب الصيد البحري وتربية المائيات.